سقوط الحارس محمد المجدوبي. جماهير أولمبيك أسفي تعيش على أعصابها الدقائق الأخيرة من مباراة القمة. حمزة برزوق يحاور عمر دحلو وبطاقة صفراء لعمر دحلو يوجهها لحمزة برزوق. يحتج على حكم المواجهة حمزة برزوق. الدقائق الأخيرة 13 دقيقة الأمور لم تحسم، الحسم سيكون في وقت صعب وصعب جدا في آخر دقائق هذه المواجهة. تتوقف المباراة لإسعاف الحارس محمد فخر، يتابع الأمور عن كتب، وهذو مناصري الرجاء يتساءلون كثيرة، هي التساؤلات المطروحة لحدود الساعة. عبد الهادي السكتي يتساءل محمد فخر بدوره، يبدو وكأنه أمام ضغط كبير وكبير جدا اليوم بين ناري البطولة وكأس العرش وكأي كأس، مباراة النصف أمام الغريم التقليدي الوداد البيضاوي في كلاسيكو آخر، في ديربي آخر، في واحد من أروع كلاسيكيات الكرة المغربية. إبراهيم أنديوني تصير الكرة من جديد من الجهة اليمنى، هذه كرة صعبة بالروس، وهدف ثاني لأولمبيك أسفي، هدف ثاني أولمبيك أسفي. يستغل مجموعة